لكن بالتأكيد كلام كتير حوالين فريق الأهلي حاليا، صفقات الشتاء ورحلات الصيف. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التليفون. كابتن سيد أهلا بيك. أهلا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ إزيك يا كابتن سيد؟ إزيك يا أبو كباتن؟ إزيك يا كابتن عدلي؟ قلبي معك. إزيك أنت عامل إيه؟ قول لي يا بيه، إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب ألف مبروك تخطي ماتش الهلال، وقول لي بقى نبدأ معاك منين؟ يعني من دجلة ولا من الهلال؟ اللي انت عايزه، انت اللي لا لا انت بص يا استاذ ابراهيم. ايوه هجيب لك من الاخر، ابراهيم عايز يطلع منك بشويه اخبار، واخد بالك؟ فهيكلمك يعني هو جمهور الاهلي دلوقتي انه يسمع الكابتن سيد عبد الحفيظ في حاجات كتيره لازم نطمن عليك. طب انا اسالك انا في سؤال هو مش ايوه على كل المشاكل البسيطه اللي حصلت في الـ في الـ في ماتش الهلال بين اللعيبه تم احتوائها وانتهت ولا ليها؟ لا اولا بص لازم نفرق ما بين في حاجه بيبقى في توجيه بيبقى مطلوب ومرغوب فيه طبعا، وفي وقت بيبقى فيه نرفزه ملعب وضع طبيعي جدا، وفي حاجات ما بتتعداش فيها الاسلوب او الالفاظ او الطريقه اللي نتكلم بيها، ده كل ده مقبول فما فيهوش مشكله خالص. بالعكس احنا ساعات كتير جدا من تاريخنا طول عمره كده يعني طبيعه الامور دي كره قدم مش باليه، انه دور كابتن الفريق التوجيهي موجود ومطلوب تمام. وعندنا كمان في النادي يعني من اول ما طلعنا لحد دلوقتي دايما الكباتن اللي بتبقى موجوده في الفرقه والناس الكبيره اللي موجوده في الفرقه بيبقى لها توجيه تمام مع زمايله تمام. في النهايه الكل بيبقى تحت شعار واحد وتحت مسؤوليه واحده، ومجرد ما بتخلص بقى الموضوع او بيخلص المباراه الموضوع بينتهي. طيب يعني وما حدث فيه تم تطبيق اللائحه عليه مش كده؟ لا بص يعني الناس بتتداول حاجات على لساني، يعني عقوبات على لساني، حتى النهارده بيتكلموا في اوقات في مشادات والتحامات واختلافات يعني خلينا بس نكون واقعيين جدا في العصر اللي انت فيه. يعني وارد جدا تسمع اي حاجه وتقرا اي حاجه تمام؟ كل ما انت هتبقى ماشي بشكل كويس بشكل يعني هيتدور لك على اي حاجه. فيعني مش عايزين تبقى تقف عندها كتير او تتكلم فيها كتير، حق كل الناس تجتهد حتى لو كانت الامور دي في العصر اللي انت فيه. قبل كده كنت بتقول ممكن تجتهد في خبر صح او تجتهد في معلومه ولا حاجه، لكن في العصر اللي فيه ممكن تجتهد حتى في التحليل تخيلي ولا حاجه، فبرضه يعني ما تقفش عندها كتير لان انت عندك خصوصا في الشهر اللي احنا فيه ده تلاحم مباريات وعدد كثيف جدا من المباريات سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي بيبقى له تاثير وترتيب كبير جدا مستقبلا او بعدين يعني. تمام، اذا الامور دي خلاص. عايز تسال في ايه؟ طيب انت بتقول خصوصا في الشهر ده، طب ما الشهر ده برضو احنا في شهر 12 والمهندس عدلي بيقفل تليفوناته كتير في شهر 12 على ما يعدي. قبل قضيه انا عارف انت عايز تسال على الانتقالات واللي مش عارف. طبعا هسال انا على سؤال تاني عشان ده له علاقه بالسياسه يعني سياسه اداره الكوره يعني. الموقف على الكلام اللي بيتقال على الاستبدال، الموقف الرسمي بتاعنا، هل احنا مع ولا ضد ولا متمسكين بالنظام اللي ابتدينا بيه؟ موقف النادي ايه؟ انت مع النظام يا كابتن عدلي، النظام اللي بدات بيه المسابقه واللي هتنتهي بيه المسابقه، يعني احنا تضررنا حتى لو هيحدث تعديل لمصلحتك، حتى لو في مصلحتك ما انت خلاص اصل انت في الاول والاخر انت كان عندك مجموعه من اللعيبه وعدد كبير من اللعيبه، احنا نادينا ده على فكره في البدايه، يعني انت كنت واحد من الناس اللي كانت شاهده في بدايتها، انت قلت يا جماعه حتى لما هتيجي تاخد قرار كده خدوا قرار بشكل تدريجي، يعني يبقى عندك سنتين ثلاثه مثلا، يبقى عندك النهارده عدد والسنه اللي جايه عدد والسنه الثالثه تطبق التنفيذ او الفكره اللي انت عايزها، لكن بتاخد قرار السنه اللي فاتت مثلا ان الاعداد بتبقى اعداد من حق الانديه انها تاخد عدد كبير جدا من اللعيبه او تعيد عدد كبير جدا من اللعيبه او تعيد عدد كبير جدا من اللعيبه، السنه اللي بعدها بيبقى عندك تخمه من الاعداد المقيده المرتبطه معاك بعقود، وده اللي حصل مع النادي الاهلي، رحت انت فارض على النادي الاهلي السنه دي في بدايته 30 لاعب، في حين ان انت كنت تملك عدد من اللعيبه يعني معدي متخطي ال 40 لاعب، فبقت عندك مشكله ان انت عندك حقوق ماديه وحقوق فنيه، لا انت عايز والله حاولنا كتير وانت ما انت كنت عارف يعني بالظبط كده، فاذا انت قررت في بدايه الموسم تضررت بشكل فني
لما ان انت تنازلت عن بعض اللعيبه وقعدت بعض اللعيبه وتضررت بشكل مادي. انت في لعيبه كتيره جدا سبتها واديتها يعني الاستغناء في ايدها من غير ولا مليم، وفي لعيبه عرتها بمبالغ او ارقام كانت تستاهل اكتر من كده. انت تضررت، انت هتعوضني كده ازاي؟ يعني هتعوضني في اللي فات ده ازاي؟ مظبوط؟ بس انا عشان مع النظام ما رضيتش ابقى بتكلم لوحدي. ايوه. فما تجيش انت في نص الموسم تقوم مخالف النظام حتى لو كنت انا هستفاد منه دلوقتي. وخلاص انا كده قدرت يعني. لا بصرف النظر عن ما انا كنت عايز الكلمه دي مهمه جدا لاني هيتبني عليها كل شيء. ايوه. انك انت مش مساله مصلحتي فين يبقى انا اروح مع اي تعديل، بالعكس احنا عايزين ثبات النظام عشان نعرف نبني استراتيجيات وسياسات تقعد سنتين ثلاثه على الاقل يعني. لكن عشان كده ختمت كلامي معاك وقلت لك حتى لو هستفدت في الوقت الحالي لا انا معك. بس انا بوضح دي عشان بالظبط هنناقش الامر ومتمسكين بانه الشروط اللي بدات بيها المسابقه تنتهي بيها. تنتهي بيها. الميكروفون معاك. طيب احنا المفترض يعني في فرصتين للاستبدال مش كده؟ عندك عدد اثنين بس. اثنين. في القائمه الافريقيه كان في ثلاث اماكن. أربعة. كان في أربعة وبعدين تسجل سعد سمير رسميا خلاص. فاضل ثلاثة. في ثلاثة. طيب المتاح عقده في الصفقات الشتوية أكتر من واحد ولا اثنين ولا زيادة؟ حسب الرؤية الفنية. بص أنا ما بنسقش الأحداث دايما في الحياة، والحياة بتعلمك حاجات كتير جدا، وعندك واحد من الناس اللي هي على تجارب كتيرة جدا، الكرة فيها متغيرات كتيرة وفيها أحداث متغيرة وفيها حاجات يعني كل يوم بشكل وكل يوم برأي وكل يوم بحدث ممكن يخلي لك يعني صحيح تفكيرك من منطقة لمنطقة. صحيح. لو ما في إصابات طبعا خلت بتغير التفكير. بتغير التفكير طبعا. ما هو ده اللي هكلمك عليه، يعني انت النهارده عندك الانتقالات لحد 31 يناير تمام. ممكن قد يكون في تفكيرنا طبعا ده كلام لفايلر واسلوب في الشغل الفترة اللي جاية، وانت بتتكلم على السياسة بتاعتنا اللي هو رغبة المدير الفني، ممكن يبقى الكلام دلوقتي سابق لأوان كويس، ممكن. يعني في نظرة لبعض المراكز ونظرة لبعض الأسماء، ده وضع طبيعي، ده يعني عشان نتكلم بمنتهى الوضوح يعني بنضحك على الناس تمام؟ لكن قد يكون في بعض الأوقات تغير وجهة نظرك، لا قدر الله لو حصلت حاجة جديدة تخليك يبقى مصلحة التيم أهم في الفترة الحالية أو احتياج التيم يبقى أهم في الفترة ديت يعني. امتى الاهلي ممكن يعلن عن صفقاته الجديده؟ اول ما تخلص. سؤال جميل. عايز تقول ان مفيش حاجه خلصت يعني؟ لا اصل انت بتتكلم على انه الميعاد لغايه 31 يناير، هل في اتجاه ان انت تفضل مستني بالاعلان لغايه 31 يناير ولا لو في امور خلصت قبل كده انت بتعلنها؟ لا لو خلصت قبل كده هعلنها طبعا. لو خلصت قبل كده تعلنها. وارد جدا يعني، وارد جدا. انما في يناير يعني عشان بس عشان انما مش في ديسمبر يعني. يناير يعني مش هتعلن قبل يناير. وارد جدا. انت عارف يا كابتن عادل لما قال له الا اذا لم ايوه. طيب طمنا، صالح جمعه رجع من اصابته وبدا يدخل في تدريبات الكوره مش كده؟ بيشارك في التدريبات الجماعيه. اخباره ايه؟ موجود في التدريبات الجماعيه. موجود. هل في اي راي معلن للخواجه تجاه تحديد لعيبه ممكن تخرج من القائمه سواء للاعاره او للانتقالات ولا مفيش حاجه مستقره عليها؟ اجاوب انا. من دقيقه واحده كنا بنتكلم على غدر الكوره. يعني ما تقدرش تقول يعني كله مربوط بالكوره وغدرها. انا ما تقدرش تحلف ايه اللي ممكن يحصل بكره يعني. اصابه حمدي فتحي مثلا يعني اصابتنا في مكان في مقتل زي ما بيقولوا في وقت مهم جدا من الموسم، ووقت هو كمان كان في مستوى عالي جدا. صحيح. فلازم هتتعامل مع الواقع بتاعها تمام؟ فانت ما تقدرش تكون. ومحمود حمدي برضه اصابه مفاجاه تاني. محمود ما تقدرش تقول ايه اللي ممكن يحصل بكره. خلينا ما نطبقش الاحداث زي ما بيقولوا، ونخلي الاحداث تديرنا في بعض الاوقات، يعني انت بتخطط صحيح وبتشتغل لبكره صحيح، لكن في اوقات الاحداث بتديرك او الاجواء بتدخلك في حاجه غصب عنك مش بمزاجك. خلينا نتكلم دلوقتي. طبعا احنا مرتبين احنا عايزين ايه، والراجل بيتكلم معانا صحيح تمام، لكن في نفس الوقت مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بكره، خلينا ننتظر. لكن فيما يخص اللي خارج من النادي الاهلي في الوقت الحالي محدش يعرف ابدا، الراجل ما اتكلمش فيه خالص. الراجل ما اتكلمش فيه خالص.
دي جمله مهمه جدا، لانه الناس في الاعلام قيمت اللعيبه، وكل شويه تقرا طلب فايلر مش عايز، رفض فايلر اكد فايلر. وانت اولا الراجل يعني نادرا ما بيتكلم يعني خالص يعني. يعني كلامه قليل جدا، ودي حاجه ايجابيه قوي الحقيقه يعني. تمام، لكن في نفس الوقت يعني انا ما بمنعش ان حد يستنتج، زي ما قلت لك في العصر اللي انت فيه، مع عصر السرعه اللي انت فيها، مع الاحداث اللي بيتناولها او كميه الاخبار المطلوبه حتى من الصحفيين او الاعلاميين. يعني انت مش بتقول بس بتقدر ده، لكن في الاول والاخر هو عايز شغله، يعني عايز شغله، فممكن يكتب خبر هنا، يكتب خبر هنا، يكتب خبر هنا، عليك ان انت بقى يعني تبقى مستعد لده وتقدر تعالجه ازاي يعني. انما رايي في تقييم فرقته باللعيبه لغايه دلوقتي ما فيش اي راي سلبي ضد حد. مستحيل تتكلم فيه دلوقتي بالعقل كده. يعني انت بتتكلم في ايه؟ احنا كل اللي لعبناه 4 اسابيع في الدوري. احنا ما لعبناش غير 4 اسابيع، 30 اسبوع. ده لسه بدري جدا يعني. تمام؟ لكن في النهايه انت بتبقى عايز فرقتك اقوى شويه، عايز فرقتك بتدعيم اكتر سنه، عايز ناس ممكن تخش في الفورمه الفنيه بشكل ايجابي جدا. على فكره كل ده في ايد مين؟ في ايد اللعيب نفسه. يعني في ايد اللعيب نفسه. انا دايما اقول يعني هي هتجيلك، لان الدنيا يعني بتبقى سريعه جدا، والكره بالذات. ممكن تلاقي احداث ساعدتك بشكل كبير قوي، تلاقي نفسك في الملعب، لكن لما هتجيلك الفرصه ديت بقى هتجيلك وانت مستعد فنيا وبدنيا ونفسيا ومعنويا وادبيا وكل حاجه، ولا انت بعيد اصلا؟ فلما هتجيلك هتلاقي نفسك بعيد اصلا، فلازم انت كمان تكون بتشتغل، لان لما هتجيلك فجاه على فكره. يعني مش هتخبط بابك وتقول لك انا جاي لك الفرصه استعده، لا طبعا هتلاقيها قدامك على طول. طيب الخواجه لسه، وده طبيعي ومنطقي، انه ما حددش مين ممكن يقدر يروح اعاره ومين ممكن يخرج، لكن هل الاهلي استقبل اي عروض من انديه اخرى خارجيه لبعض اللعيبه؟ يعني قرينا ان هو في نادي سعودي عايز وليد ازارو 6 شهور، في مش عارف مين عايز ايه، هل تلقيت عروض فعليه ولا كله كلام؟ طيب انا برضو من مفهومي انا ومعتقداتي، انا لما يجي لك عرض ده مش حاجه عيب على فكره. بالظبط يعني بالظبط. مش كلام عيب يعني، فاهم خفيه يعني. ده تقدر ترفضه او تقبله. طبعا لو جالك عرض ولا حاجه انت بتناقشه من خلال القنوات الاساسيه اللي عندك، يعني بتعرض على المدير الفني، وبعد كده بتعرض على لجنه التخطيط والمشرف العام على الكوره، وبعد كده بتاخد قرارك يعني. يعني زي ما قلت لك يعني، انا لحد ممكن يبقى في ناس بتكلمك بشكل ودي يعني، بحكم ان انت مثلا يعني كلنا في المهنه وكلنا يعني عارفين بعض بشكل كويس قوي، فممكن واحد يتكلم معاك بشكل ودي يعني. لكن عن رغبه. اخبار عوده المصابين بقى، طمنا كده. المصابين يعني خلاص، بتكلم في كريم ندفت ومحمود متولي، هم خدتش بالك انت من الترقيصه دي صح ولا خدت بالك؟ لا ما عشان عجباني فعديت. ماشي انا اللي عديتها. ماشي. فانت عندك يعني علي معلوه بتتكلم، بس هو هيكتب الجورنال واحنا قاعدين. علي معلول طبعا بعد مباراه دجله هيخش معانا على طول، ما فيهوش حاجه الحمد لله. تمام. يعني هيبقى سليم وجاهز الحمد لله رب العالمين. الاقرب بعديه على طول هيبقى موجود محمود متولي وكريم ندفد ان شاء الله الرحمن خلال 10 ايام ان شاء الله باذن الله. كريم ندفد والله وحشنا، ده احنا يعني الرحمن يعني ان لم تحدث حاجه يعني لا قدر الله تبقى مش ثلاث لعيبه في مهمين جدا يعني. يعني متولي وندفد كمان 10 ايام يكونوا موجودين في الفرقه ان شاء الله الرحمن باذن الله. متولي وكريم ندفد وعلي معلول من بعد مباراه دجله على طول، من بعد مباراه دجله مع التدريبات الجماعيه ان شاء الله الرحمن. تمام. بتطمن على حمدي فتحي؟ طبعا متواصلين مع حمدي. حمدي من الهدايا اللي جات لنا الحقيقه. يعني صحيح. انا ما بتكلمش حتى على المستوى الفني، انا بتكلم على المستوى الشخصي والفكري والسلوكي وكل حاجه الحقيقه، حاجه بتاعه النادي الاهلي يعني، حاجه لعيب النادي الاهلي. المعارين في حد وارد ان يتم يرجع في يناير ولا مكملين؟ على حسب رغبة الراجل يعني، على حسب رغبة الراجل، بس انت بتحترم عقودك برضه يعني، القرار مش بتاعك كابتن عدلي بقى يعني، استاذنك في الحاجات دي. هو مش هيسيبك، هيسألك السؤال بأربع طرق. يعني وانت مش هتجاوب. انا عارف. طيب بحترم العقود جدا، لكن في ناس الحقيقة كلهم، بس في ناس يمكن الواحد فرحان بأدائهم يعني، ناصر ماهر واحمد ياسر ريان واكرم توفيق بالذات يعني. الحاجات اللي هي يعني فرحان بيها جدا في الفتره بتاعه المنتخب الاولمبي يعني. والكل بقى المعارين هي انت مش بتعيره عشان انت مش محتاجه على فكره.
انت بالعكس انت بتقول عشان محتاجه. مطمن للمستقبل يعني. مطمن للمستقبل يا كابتن من خلال تصعيد الناشئين واللي شفته منهم في الفتره اللي فاتت؟ لا بسألك. انا عندي مجموعه من الاسماء وتواصل مع كابتن عمرو انور مدير فني لفرقه الشباب وكابتن فتحي مبروك طبعا مدير قطاع الناشئين، لكن الفتره اللي فاتت يعني استغليناها طبعا لان كان في عدد كبير من اللعيبه مش عندنا، في صالح وفي فارس وفي فخري كانوا فتره من الفترات طبعا بجانب محمد عبد المنعم، وده هيبقى له ان شاء الله الرحمن يعني وجهه نظر الشخصيه انه هيبقى له مكانه كبيره في خط دفاع مصر في المستقبل يعني. محمد عبد المنعم على اذا حافظ على نفس الاداء بنفس الفكر وعنده طموح وتطور طبعا بجانب عمار بالتاكيد، لكن في النهايه انت بتتكلم على اللعيب ده كابتن عدلي لازم يمر البلاغ في فريق الناشئين او اللي طالع من الناشئين. انت بتبقى متعاطف معاه جدا جدا، اي مسؤول على فكره ما بيشوف واحد صغير في السن بيطلع في درجه اولى او بيطلع في فرقه كبيره بيتعاطف معاه جدا، اي حاجه بيعملها بيشيد بيها، لكن بعد مرحله التعاطف ده بيخش في مرحله التقييم، وده مهم قوي للناشئ ان هو يعرفه بقى، يعني السنه الاولى بتبقى فيها تعاطف فيها حاجه كويسه وفيها دفعه وفيها مسانده وفيها مبادره وفيها تشجيع وفيها كل حاجه، بعد شويه بتخش في مرحله التقييم اللي انت بتقيم بقى، بتقيم اداءه وبتقيم سلوكه وبتقيم تصرفاته وبتقيم حاجات كتير قوي، وبعد كده بقى انت داخل بتخش في المكنه بتاعت الفرد بقى، انت بتخش بقى يعني لازم يحصل لك تطوير في ادائك، ما تبقاش بنفس الصيغه ونفس الاسلوب ونفس اللعب بتاع الناشئين، لازم يبقى في تطوير في ادائك. ده مهم جدا انه يوصل للناشئ، ومهم جدا التواصل من هو صغير على فكره. يعني اصعب من ان انت تبقى في لعيب كوره طالع لك ان انت تبني شخصيه لعيب كوره. صحيح. يعني مع العصر اللي احنا فيه. وده اهم حاجه. التعليم والثقافه هيبقى لها دور كبير قوي في المستقبل. مهم جدا للناشئ وهو طالع يبقى متربي ان هو يطلع لعيب كوره. يعني متاسس ان هو يطلع لعيب كوره، مش في الملعب على فكره. انا بتكلم على العقل. يعيش حياه لاعب الكوره اللي عايز الضغوط اللي بيتعرض لها، الحاجات اللي بيشوفها في حياته ازاي يتعامل معاها، ده مهم جدا يعني، اعتقد ان دي من اهم الاشياء مستقبلا يعني. هسالك سؤال بقى وهستاذن ابراهيم يكون اخر سؤال عشان هو دلوقتي عمال بيهرش. ليه ما توعديش يعني تراضي. انت اللي وحشنا يا راجل. بص يا كابتن سيد، كيف ترى تخصيص يعني او انه يبقى لك مكان ثابت للتدريب ولا لاقامه المباريات سواء للفريق الاول او لقطاع الناشئين، وتاثيره الفني على المستوى العام يعني والتدريب بشكل عام سواء فوق او في الناشئين، الخطوه بتاعت الاستاد يعني استاد السلام والخطوه والتعاقد معاه انه يبقى يعني ملعبك ملعبين للناشئين والصراحه زائد انه ملعب الفريق الاول. بص، من الحاجات اللي الواحد يتعلمها في حياته ان انت على المستوى الاداري ازاي تهيئ اجواء حوالين فرقه الكوره او النادي، اجواء صحيه واجواء ايجابيه وطاقه ايجابيه كبيره جدا في حاجات كتير. يعني ممكن تلاقي تفاصيل صغيره على المستوى الاداري يقول لك يعني هي دي اللي هتعمل المكسب او هي دي اللي هتجيب الديل من ديله، لا، الحاجات الصغيره لما بتجمعها بتدي لك نتائج كبيره جدا. من الحاجات ديت، الحاجات دي معنويا بقى يعني نفسيا ادبيا يعني بحجم وقيمه النادي الاهلي، لما يبقى عندك استاد الداني والقاصي فيه يعرف ان كويس ان هو ده بتاع النادي الاهلي وان هو ده ملعب النادي الاهلي داخليا وخارجيا، اعتقد انها بتاثر بشكل كبير جدا على المستوى الداخلي كلاعيبه وعلى المستوى الخارجي حتى والناس جايه تلعبك. يعني اعتقد ان شاء الله الرحمن يعني من الحاجات الايجابيه جدا ومن الحاجات اللي ممكن تتحسب في السنين اللي جايه والمستقبل يعني. فانا بقول ان الحاجات دي كلها بتعمل حاجات ايجابيه، بتعمل سمعه حلوه قوي، بتعمل تسويق عالي جدا، بتعمل مردود كويس قوي 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 حتى على المستوى العربي والافريقي. النجم الساحلي راح كسب بلاتينيوم بره 3-0، فالمجموعه خلاص بتاخد ان هي بلاتينيوم كده، انت هتلعبه رايح جاي مش كده؟ مظبوط. هلعبه خلاص يعني هلعبه خليني اقول لك يعني حتى الاتحاد الافريقي يعني لو انتوا بقى يعني تعرفوا المواعيد الجديده يعني احنا هنلعبه يوم 28، يعني كان في كلام متناول ان هو يبقى 27، ده ما جاليش حاجه رسمي خالص. 28/12 هو كان بيقول لك ان في المباراه اتقدمت يوم 27، فمش حاجه رسميه جت لي ولا حتى على السيستم محطوطه. بالعكس، ده هم النهارده
نزله كمان على سيستم الاتحاد الافريقي، مفيش حاجه رسمي، مفيش يعني جواب رسمي، لكن نزل على تمام على الـ على على السيستم الافريقي ان انا هلعب يوم 11 مع بلاتينيوم تاني، وهلعب يوم 24 مع النجم الساحلي، وهلعب يوم 1/2 مع الهلال في السودان. فاصبحت انت هتلعب بلاتينيوم 28/12 28/12 ثم يوم 11 يناير. 11 يناير هنا مش كده؟ هناك 28 هنا و11 هنا، 28/12 هنا و11 بره. مظبوط. وفي بينهم ماتش في الدوري، وفي بينهم ماتشين اكيد، بينهم ماتش في الدوري. انت اللي محطوط في الدوري ان انت هتلعب يوم ماتشين مش ماتش واحد. هتلعب يوم 28 ثم يوم 1 مع المقاصة ثم يوم 5 مع اف تي مصر. وتسافر. وتسافر. كل التوفيق ونشكرك واثقلنا عليك. كل التوفيق يا كابتن سيد، وكل دايما وابدا نطمن منك على الاخبار الحصريه دي. شاكرين يا حبيبي. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره